انا الصراحه ما مشافقش مع هذه الفكره انهم يحطوا التصويره ديال الفنان الكوميدي، لانه ما عطاش بزاف ديال المعارف على المستوى العلمي او المستوى الفلسفي، بينما كان مجموعه من الفلاسفه الكبار ومجموعه من العلماء والاطباء اللي كان من الممكن انهم يحطوا الصور ديالهم ولا يحطوا البيوغرافيا ديالهم. اولا لان الاطلاع على حياه او بيوغرافيا ذلك العالم سوف يجعل منه قدوه لذلك التلميذ. هذاك التلميذ من غيشوف مثلا داك العالم ولا غيشوف داك الفيلسوف راه غيولي قدوه ديالو، يعني غيولي واحد الشخص اللي غيتانسبيرا منه. ولكن يسار مثلا واحد الشخصيه اللي زوينه في المجال الكوميدي ولكن ما عطاش بزاف المجال العلمي وما عطاش بزاف المجال الفلسفي. هادشي علاش ما يمكنش مثلا نحطوا الصوره ديالو ولا نحطوا البيوغرافيا ديالو باش ندرسوه ولا باش نديروا عليه موضوع في الامتحان ديال الابتدائي. بالنسبه لهاد الحاله وهاد الكارثه، كتعتبر كارثه في حق الجيل اللي طالع؟ لان واش تقادوا المثقفين، تقادوا العباقره، تقادوا واش المغرب ما فيهش ناس اللي كيف ما كنقولوا ناخذهم قدوه ونبنيو عليهم ونديروهم في الامتحانات حتى هما، وكيف ما كنقولوا نبنيو على السيره الذاتيه ديالهم؟ لان واحد كيقدم سكيتشات الهزل والكوميديا ماشي قدوه، يعني ما غاديش ناخذوا قدوه، ما غاديش يكون هو المعيار اللي غادي نبنيو عليه ويتحط في امتحان كسيره ذاتيه، اللي حاجه اللي تقدر كيف ما كنقولوا تخدم عليها. يعني ما كيقدمش الاعجاز ولا كيقدم شي حاجه كتفيد المجتمع، لان الترفيه حاجه تقدر يبان هو يبان غيره، ولكن العلماء الاسماء ديالهم كتبقى راسخه والاعمال ديالهم ولا كيف ما كنقولوا الانجازات ديالهم هي اللي كتحدث عليهم. وخير دليل راه عندنا عبد الكريم الخطابي، عندنا مخترعين، عندنا ناس، ودابا عندنا الكغاط، عندنا بزاف، يعني ما يمكنش حنايا عندنا هاد الناس ونحطوا ممثل اولا غدا تطلع علينا راقصه، غدا يطلع علينا مغني، يعني فين غادي نبهدم القدوه؟ انا من شفت القضيه ديال يسار في الامتحان حاطينه انا تفاجات، سحبها فوتوشوب، نسحب شي حاجه، ولكن من التقنت لقيتها. انا من هنا تنقول وزاره التربيه الوطنيه الله يرضي عليكم، ديروا شي حاجه بالنسبه للوليدات في الامتحانات، شي حاجه اللي غيستافدوا منها ولا شي حاجه اللي غتكون معقوله. حتى الولد غادي يخدم، الا خدم على شي امتحان، خدم على شي بروغرام، غادي يعطيه الافاده. ما يمكنش هو دابا مثال، انتم يسار اش غادي الدري اش غيخدم على هذا يسار مثال، اش غادي يقول لهم فنان اشنو بحال؟ بغيت نفهم انا، ما انا لحد الان ما تفهمش لي هذا البروغرام اللي عطيتو نتوما صحاب التربيه الوطني، ما عرفتش انا هذا البروغرام، ما تفهمش لي لحد الان. وانا بغيت الله يجازيكم بخير، بغيتكم نتوما تفيدونا بهذه الطريقه هذه. اشنو هي زعما؟ شنو ممثل؟ حنا عرفنا ممثل تيدير المسرحيات ديالو، اي تيدير المسرحيات، ولكن اش دخلوا دخلته بهذه الطريقه؟ ما انا بانت لي عشوائيه بالنسبه لي، انا ما بانش لي شي حاجه اللي غتكون بالنسبه شي حاجه اللي صالحه بالنسبه كما تنقولوا، حيت ما بان لي والو. الله يجازيكم بخير، الا بغيتوا ديروا شي حاجه بالنسبه للوليدات على الامتحانات ولا شي حاجه، الله بالنسبه للموحد الله يرحم لكم الوالدين، ديروا شي حاجه اللي غيستافد منها الدري الصغير باش يطلع النمو ديالو يطلع مزيان، باش الا اتخذ شي فكره ياخذ يدخلها للمخيخ ديالو، يدخلها بعقليه. ما يمكنش انا دابا انتم تتقولوا لي واحد القضيه ديال مثال حاطين لي واحد الفنان، اشنو البرنامج ديال هذا الفنان؟ اشنا هو بالنسبه لكم انتم اشنا؟ انا راه سبحان الله العظيم انا ما فهمتوش حتى الان، ما فهمتش هذا البروغرام هذا. الله يرضي عليكم، تنقول لوزاره التربيه الوطنيه الا درتوا شي عمل ولا درتوا شي حاجه في الامتحانات، ديروا شي حاجه اللي غتكون في المستوى بالنسبه للتلاميذ باش هما يستافدوا وياخذوا واحد الانتاج اللي غيكون مزيان. حتى الدري اللي تفقه في الدماغ ديالو غادي ياخذ شي فكره اللي مزيانه بالمستوى.